نرحب بالمشاهدين الكرام عبر قناة الريان الفضائية، وهكذا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان ينطلق أول أشواطنا الرئيسية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مع بداية بزوغ شمس هذا اليوم الجديد تعطى إشارة البدء والانطلاق، نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين وطيب المتابعة والمشاهدة للسادة المتابعين الأعزاء أمام الشاشات وأمام قنوات التلفزة. ونرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو، وتنطلق هذه السباقات بالأوامر الكريمة والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بإشراف سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. هذا هو أول أشواطنا بل أقواها في صباح هذا اليوم من هذه المسافة الماراثونية المعتادة 8 كيلومترات، وهي إنجاز التعبير يطلق عليها المحك الحقيقي للهجن والملاك والمضمرين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مع أول كيلومتر مقطوع مخيفة لفهد بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة على مقدمة الشوط، بينما التسلل من اختيار لمحمد بن حسين بن مانع العجمي خطفت مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني ومن تتقدم فيه مخيفة لفهد بن حمد بن سعيد العيدة على المركز الثاني، شعار اللورد متواجد اليوم، بينما الدور دور المركز الثالث تتقدم شواهين لمسفر بن فلاح بن مسفر الجربوعي على المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع أفعال تصل وتتقدم أفعال لفهد لمحمد بن فهد بن سعيد بن خديعه مع المركز الرابع. ننتقل من شعار بن خديعه الى المركز الخامس، وصلت الذهيبه لصالح بن علي بن محمد بن مثيب، ويتابعها في التضمير والتسيير محمد بن علي بن مثيب في يتابع دائما هذا الشعار. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء ايها الحفل الكريم في شوطنا الاول بمشاركه كتارا ووحش والفايزه واختيار ونبأ كود شواهين أيضا خود خطوط مخيفة اللؤلؤة المسك الدوحة إعلان وأفعال ومحازم والذهيبة والعنود والشحانية وجزلة. هذه أسماء الهجن المشاركة بل المتواجدة في أقوى أشواط الثنايا اليوم، أقوى أشواط البكار 13 شوط في فترتنا الصباحية من مسافة 8 كيلومترات، وهذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة اليوم نتمنى لهم جميعا التوفيق. عادة مخيفة مرة أخرى، عادة مخيفة لتنتزع وتختطف صدارة الشوط لفهد بن حمد العيدة يتابعها أبو حمد، بينما التضمير مع حمد بن راشد بن راية. المركز الثاني اختيار ضيفتنا العزيزة العانية من دولة الكويت الشقيقة من ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح متعنية اختيار لانتزاع هذا الشوط الأول الرئيسي. الله، شوط رئيسي، شوط حساس يا مضمرين، يؤهل لأشواط الرموز، وأيضا هناك تغطية إعلامية واسعة خصيصا تسلط الأضواء على هذا الشوط الحساس، تسلطها على هذا الشوط الحساس. المركز الثالث التقدم من قبل أفعال لمحمد بن فهد بن خديعه مع المركز الثالث، بينما النقلة التالية إلى المركز الرابع عند بن محميد اسمها شواهين مسفر بن فلاح بن مسفر الجربوعي. على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أول نداء
لخود، مرحبا بخود، تتقدم في اول نداء، تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يلا يا بروفيسور يلا، شوف المركز الرابع، المركز الخامس خطوط تقترب، تقترب خطوط مع الخط الساخن اليوم، مع الخط الساخن متواصل ابو محمد، ينتقل بشعار المسند الى المركزين الرابع والخامس من خلال اندفاعة خود وملاحقة خطوط لها. شعار المسند، هل الخور قادمين؟ هل الخور قادمين؟ شعار عقرب وغيرها من الاسماء التي لدغت في الاشواط الماضية في اشواط الرموز بالتحديد، يلدغ هذا الشعار في اشواط الرموز. هدفه السيف في هذا فيما تبقى من ايام، فيما تبقى من ايام ومهرجانات في هذا الموسم. عموما نعود الى المقدمه، الى صداره الشوط، ما زالت مخيفه مع المركز الاول فهد بن حمد بن سعيد العيده على مقدمه الشوط، متحمله مسؤوليه هذا الشوط الاول الرئيسي. اللورد، شعار اللورد على المقدمه، عبد الله بن سعيد العيده راعية ناموس في السباق المحلي السادس، حاصلة على المركز الأول هذه الذلول، وفي رصيدها سيارة في دولة الكويت الشقيقة. هذه بعض إنجازات هذه الذلول، من تشاهدونها على المركز الأول اليوم حاضرة في الشوط الرئيسي، حاصلة على المركز الأول في المحل السادس، وحاصلة على المركز الأول وسيارة في ميدان الشهيد، يعني رصيدها مرصع بالإنجازات، وتحمل شعار خطير، شعار بوسعيد، شعار اللورد، الشعار السيلاوي، شعار السيلاوي اللي له صولاته وجولاته مع المركز الأول، مع حمد فهد بن حمد بن سعيد العيدة، حمد بن راشد بن راية تابعها في التضمير. المركز الثاني اختيار محمد بن حسين بن مانع بو دواس العجمي، شعاره مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الانطلاق من قبل افعال محمد بن فهد بن سعيد بن خديعه، يتابع افعال على المركز الثالث. المركز الرابع هنا خود ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وتلاحقها خطوط على المركز الخامس ايضا لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. هل الخور وصلوا على المركزين الثالث او الرابع والخامس؟ المركز الخامس ايضا تقترب من دائره النداء العنود، عبد الله بن راشد بن محمد بن ديله، احد الشعارات القويه. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء، ايها الحفل الكريم، لمراكزنا المتقدمه الاولى، ونرحب ونتقبل كل الحاضرين في دائرة النداء. هذه النتيجة أيها الأعزاء، شعار بنديلة أيضا أراه يقترب من دائرة النداء والإذاعة. هذه النتيجة أيها الأعزاء، وما زال الشعار السيلاوي مع مقدمة الشوط على ظهر مخيفة، من تحتل الصدارة منذ الانطلاق. هذه مخيفة على المقدمة، فهد بن حمد بن سعيد العيدة، أقوى الأشواط يا بن راية، يا حمد، يا ابو راشد، شوط رئيسي يؤهلك ايضا للدخول والمشاركه في اشواط الرموز، في اشواط الرموز المفتوحه على حد علمي ومعرفتي. هذه افعال حاصله على نقطتين في هذا الموسم، حدها سياره، وايضا وصلتنا معلومه جديده لهذه الذلول وعن هذه الذلول، بانها حاصلة على سيارة في مهرجان الأمير الوالد قبل أيام قليلة في فترتنا الصباحية، يعني سيارتين وأيضا نقطة في رصيدها. بدأت تنهال الإنجازات على المخيفة، بدأت المعلومات تنهال على هذه الذلول المرشحة، إن لم يكن يا اللورد للمسند كلام في هذا الشوط للأنيق. وصلك يا اللورد الأنيق، وصلك الأنيق، وصل هذا الخطير، وصلك البروفيسور يا حمد، وصلك البروفيسور يا حمد، عينه على المركز الأول مع خطوط الناموس. أين يتجه؟ إلى السيلية ولا إلى الخور
في صباح هذا اليوم في أقوى أشواط الثنايا، أو ربما لأحد المشاركين، أنت تريد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد، ما في علم الغيب. ناموس الشوط باقي كيلو ونصف الكيلو، ربما تتغير أمور فيما تبقى من مسافة، وأيضا هذه الرياضة لا تعرف إلا بعد خط النهاية الأمان، لا أمان فيها، المفاجآت واردة. عموما المؤشر يؤشر إلى أن نفعل هي راعية الشوط من خلال ما نراه، بينما التقدم من بقية الشعارات ربما يكون لها كلام آخر في هذا الشوط. كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، خطوط تدخل على الخط الساخن في هذه اللحظات بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يلا يا الأنيق، يلا يا الأنيق، هل الخور يطالبونك أيضا بنقطة صباحية رئيسية كما يطالبونها للشعار السيلاوي هل السيلية؟ المركز الثالث أفعال، أفعال، يلا يا ابن خديعة، محمد بن فهد بن سعيد بن خديعة مع المركز الثالث بشعاره المميز، رصيدها سيارة أفعال أيضا في هذا الموسم. المركز الرابع هناك خود لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الخامس الانطلاق من العنود، عبد الله بن راشد بن محمد بن انديله، ايضا الشعار الجريان يصل على ظهر المسك، خليفه بن حمد بن خليفه العطيه، وكتارة تتقدم، حزام بن محمد بن عبد الله الانديله يقدم كتارة في هذه الاثناء. هذه النتيجه، انطلقت وتقدمت خطوط مع افتتاحنا للكيلومتر الاخير، انطلقت خطوط وانطلقت خود، ايضا سيطره من شعار المسند، شعار الانيق والبروفيسور يسيطر شعاره على المركزين الاول والثاني في اقوى اشواط الثنايا في هذا اليوم. يبدو بان الناموس الى هل الخور في صباح هذا اليوم بقياده البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، افعال تحاول، تحاول ان تتقدم افعال مع ابن خديعه، بينما الى الخور هذا الناموس، الى الانيق ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وتبشرك بالخير. الله، شوف الثنائي الخطير، شوف الثنائي الخطير ما بين المركزين الاول والثاني. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يسيطر على هذا الشوط الرئيسي، وهذا الشوط يتجه الى الخور. سلام يا اهل الخور، سلام، سلام يا الانيق، سلام، واسعد الله صباحك بكل خير، ومشكور يا البروفيسور على هذه المواصيل التي وصلت اليها. خطوط وخود في هذا الشوط الاول الرئيسي. المركز الثالث المركز الثالث وصلت فيه افعال لمحمد بن فهد بن سعيد بن خديعه. المركز الرابع، المركز الرابع العنود عبد الله بن راشد بن محمد بن انديله. المركز الخامس كتارة الحزام بن محسن بن عبد الله بن انديله. اذا شعار المسند يسيطر على المركزين الاول والثاني في شوطنا الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم. تهانينا القلبية نزفها على الهواء مباشرة إلى مالك هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، حيث قطعت المسافة المركز الأول خطوط في توقيت زمني 8 كيلومترات في 12 دقيقة 36 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. المركز الثاني وصلت خود، أيضا قطعت المسافة في 12 دقيقة 37 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، التهاني موصوله للمضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وسلام يا الخور، سلام، تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق. افعال احتلت المركز الثالث، قطعت المسافه في 12 دقيقه 40 ثانيه 4 أجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس لمالك افعال محمد بن فهد بن سعيد بن خديجة.